في مقطع اليوم راح نقوم بتغيير فلتر المكيف لهونداي اكسنت 2019. طبعا هاي اللي تنفع للتبديل من 2018 ل 2020 او 2021 بعد، لانهم نفس التصميم من الداخل. تابع المقطع للنهايه. طبعا انا سويت فيديو من قبل طريقه تنظيف الفلتر، في هالمقطع راح اقوم بتغيير الفلتر بفلتر اصلي جديد. طبعا لا ننسى ان الخطوات موجوده على كتيب سياره، وانا بينت لكم في فيديو سابق اهميه كتيب السياره. هذه الخطوات، طبعا طريقه نزع الغطاء صندوق القفازات، وهذه طريقه فتح الباب حجيره الفلتر، وهذا اتجاه الفلتر يعطيك لازم يكون باتجاه الهواء لاعلى. وهذه الخطوات سهله بسيطه. الحين راح نرويكم طريقة فك الفلتر. احنا رويناكم في فيديو سابق طريقة الفك، وراح احط لكم هني في نفس هني اللي في الصورة على اليسار. وكنا مسوين عملية تنظيف للفلتر لانه لم يكن الفلتر متوفر. الحين الفلتر موجود عندنا، بس ما قلت لكم هذا هو اصلي شركة من الشركة جونيون بارت. واللي حاب يعرف السيريال نمبر مال الفلتر هذا هو. طبعا هاي الفلتر قيمته 9 دينار او 90 ريال. خلكم مع طريقة الفك، وراح نسوي مقارنة بين القديم والمستخدم. طبعا في البداية نفتح الدرج، ومثل ما تعرفون هذه لازم تضغطها للداخل، هذه وهذه لازم ينضغطون للداخل. راح نحتاج طبعا لليدين. طريقة الفك راح نضغط للداخل وبكل بساطة راح نفك مثل ما نشوف الحين. من ما يفك نشيل هاللون، تقدر تشيل هاللون وتقدر تخليه نفس ما هو، ما يحتاج تشيله. والحين راح نقوم بإزالة الفلتر. راح طريقة الفك تفكه من هني، تضغطهم وراح ينفك وياك بسهولة تامة مثل ما نشوف هني. وهذا الفلتر، هذا هو الفلتر. أنا الحين نرويكم الفرق بين الجديد والقديم. راح أرويكم الفرق بين الجديد والقديم. وهذا هو هذا هو الفلترين القديم المستخدم وهاي الجديد. شوفوا الفرق بين شقد وسخ تجمع داخل الفلتر، وهاي يدل على أنه لازم أن أنت تقوم بتغييره كل 10,000 كيلومتر. طالع الفرق بين الجديد وبين القديم. الحين راح نقوم بتركيب الفلتر الجديد داخل الحجيرة اللي فتحناها. طبعا مثل ما شفنا اتجاه السهم يقول لك اتجاه الهواء. وانا عقب ما شغلنا الايسي، عشان اذا انت ناسي طريقة التركيب ببساطة تقدر تشغل الايسي، تقدر تشغل الايسي وتشوف الهواء رايح فوق ولا رايح تحت. اذا على اتجاه الهواء، اذا كان ذاهب الى اعلى خلاص باتجاه الاير فلو تدخل بهذه الطريقة، راح يكون بهذه الطريقة. والحين شوف راح نقوم الحين طريقة التركيب إعادة. كذي انتهينا من التغيير. وفي النهاية طبعا طريقة الإعادة هو عكس طريقة الفك. طبعا بعد ما تضغط على اساس يرجع الباب، عقب ما يرجع من هنا تشوف هذه البوابه تفتح
عند الضغط، وهذه عند البو عند الضغط. وبكذي نكون انتهينا من طريقة تغيير الفلتر بكل بساطة. والسلام عليكم، ولا تنسوا من لايك وشير وسبسكرايب على القناة ليستمر العطاء، وشكرا لكم. وهذه بعد ما شغلنا الاي سي، شوف دفع الهواء ما شاء الله تبارك الله، احسن ما يكون.